صباح الخير كديري، لاباس عليكم؟ بخير. صباح الخير البنات، صباح الخير الدراري، صباح الخير الميمات، صباح الخير الباواز، كل شي بخير. نتمنى يا ربي كل شي يكون بصحة جيدة. واش الصهد غير في البلاصة اللي كنسكن فيها ولا في البلايص كامل؟ الصراحة اليوم الصهد صهد صهد بزاف، ويلا فقت من النعاس قلت غادي نشارك معاكم هاد الوصفة اللي الصراحة انا كل صباح كنديرها، كل صباح كنديرها. جيت نشارك معكم واحد الوصفه هكا ديال التبييض ديال الاسنان. غادي بزاف غادي تسالوا، غادي تقولوا لي انت سنانك ما بيضينش بزاف. اولا انا كنبغي نقول لكم الناس اللي عندهم الامراض المزمنه اللي كيكونوا كيشربوا الدواء، سيغتو الدواء اللي كنشرب انايا والحالات اللي بحالي، يعني هاد الدواء هذا كيخرج لينا على الاسنان، كيخرج على الوجه، كيخرج على الشعر. يعني انا بفضل الوصفات الطبيعيه وبفضل كنحاول انني نبقى ندير هكا الوصفات باش ما نوصلش لدوك المراحل اللي غادي يبقى يخرجوا ليا الكلف وجهي او شعري، اصلا كيطيح بزاف ويكحلوا ليا اسناني. انا حس قبل ما ندير الحديثه كنت مشيت عند واحد الدونتيست، غسلت اسناني، كان عندي 3 ديال لي سيونس، يعني درت جوج، وحده جاتني مورا الحادثه ما كملتش. يعني ملي غسلت سناني ودارهم ليا ولاو بالسربه انهم معرضين ان يهزوا داك الوسخ ديال الماكله، داك البقايا ديال الماكله، وسيرتو مني درت انني الحادثه ولا هذاك الدواء دار ليا الكالكير بزاف، ولا خرجت ليا الكحوله، لاني والله بفضل هذه الوصفه هذه رجعوا اسناني، يعني حيد لي هذاك الكالكير ولاو، يعني وليت عادي. المهم ما بقاش داك الكالكير بزاف، ما بقيتش كنعاني صراحه كيف ما كنت كنعاني في الاول. تخلع الغسيله بقاو لي اسناني هكا، ما بقاش انا يمكن كاع نضحك ولا نهضر ولا عادة. مي بفضل هذه الوصفه الحمد لله رجعوا الاسنان يعني عادي، داك الكالكير ما بقاش كيخرج. غادي تشوفوا هاد الكحوله، هادي غير فلجه ماشي كحوله. المهم غادي نشارك معكم هاد الوصفه هادي، وما تردوش اللي كيشوف هاد لا فيديو هادي ولا كيشاهد القناه ديالي سعيده الجوادي اول مره، ما يترددش انه يضغط على زر ابوني، زر الجرس باش يوصلوا اي جديد. صراحه غادي نشارك معكم جوج ديال الوصفات. الوصفه الاولى يعني انا قلت لكم كنديرها كل صباح يوميا، والوصفه هي غادي صراحه ثلاثه، غادي نوريكم ثلاثه الطرق. وصفه اللي غادي باش ما نكون صريحه معكم، وصفه اللي كنديرها كل صباح، يعني دائما كل صباح كنديرها، ووصفه غادي تبقاو ديروها مره في السيمانه او هكا مره في 3 ايام. وصفه هكا مهم تكون غادي لشي حضور ولا هذا، ولا تكونوا خارجين دائما هذه ديروها. مهم طولت عليكم بلا 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 بلا، غير باش نحاول انني نشرح لكم مزيان. غادي دابا نشارك معكم الوصفه الاولى، خليكم معايا البنات او الدراري. مهم انا هاد الوصفات اللي كنعطي يعني مجربين، ويعني ما تنجيبش شي حاجه اللي غير من راسي وكنحطها. مهم كاين في المكون كاين الخرقوم، الكركم ما يسمى باللغه العربيه او في هكا بزاف ديال الدول. مهم الكركم كنشدوه مع صينيال. مهم كيف ما كنغسلو هكا، كنغسلو بالدونتيف كل صباح، كنشدو شويه ديال صينيال كنديروه في هكا في الخرقوم واحد شويه صافي، وكنغسلو به سنان عادي، كنحكو به عادي مده دقيقه ولا مهم كيف ما الوقت اللي كتاخدو. كاين اللي كيبقى يحك، كاين اللي كيضرو سنانو كيبقى يخرج الضب. المهم كنديرو هكا، ونصيحه هو اللي عنده شي هكا شي بغوص او شي تا ديال السنان يشري له هاد الجو هذا دائما يكون عنده. خليكم دابا نمشيو للوصفه الثانيه. الوصفه الثانيه اللي هي فيها زيت الكوكو، هذا زيت الكوكو يعني اقدر الناس ما يكونش بزاف هكا متواجد عندهم، كناخذ شويه من زيت الكوكو وكنديرو هكا في الشيته ديال السنان، كناخذ زيت الكوكو كنديروه مع الخرقوم كنغسلو به. صراحه هذا كيبين لك الفرق من اول استعمال،
هذا كيبين لك الفرق ديك الساعه. صافي من بعد كنعاودو باي سينيال عندنا او كولغات سينيال اي هكا معجون الاسنان عندنا كنغسلو بيه. هاد الوصفه هادي حتى هي والله الا بتجريب رائعه. هادي اللي يمشي له شي حضور ولا هذا بيبخلا كيبان وسنينات هكا مدوين وزيت الكركم حكى دهني كيخلي لك سنان هكا كيبرقوا. والمكون الثالث اللي قلت لكم هذا مرة في 15 يوم. صراحة انا يا ما عنديش قلبت انني ندير لكم هكا المكونات الباينين، ولان هما صراحة معروفين. كناخدو الخمارة حمراء ديال 10 دريال ديال الحلوة، كناخدو بيكربونات معروفين حتى هما ناس كيديروهم سنانهم هادوك، كنشدوهم فحال كنخلطوهم بجوج فشي قريعة. انا المهم شديت هاد القريعه هادي كانت ديال الدواء وغسلتها مزيان ودرتهم فيها، كنغسل منها مره في 15 يوم او سيمانه فحال هكا. يا زوينه. واللي ما عندوش البيكربونات ياخذ الخماره هذيك ديال الحلوه ديال 10 دريال ويديرها مع الملحه او يخلطها مع الفحم الفاخر ويبقى يغسل بهم هكا يدقه ويبقى يغسل بهم. نتمنى يا ربي تكون عجباتكم هذه الوصفه هذه وتكون عجباتكم الفكره. صراحه كنشوف بزاف ديال الناس كل واحد كيتمنى تكون عنده واحد الابتسامه اللي هي زوينه وغزاله يبانو سنينات وزوينين. قلت نجي نشارك معاكم هذه الوصفه هذه. وما تنساوش دعواتكم معايا بالشفاء ودعمكم ليا القناه ديالي بلي زابوني بتزيد شويه تكبر وتكبر العائله ديال سعيده جوادي.